اهلا وسهلا بكم في وصفه جديده من وصفات مطبخ نصيرة. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير دي كروكيت، وصفه واحده اخرى تاع لي كروكيت. يعني كنت مقبل درت لكم واحده تاع الدجاج، واليوم ان شاء الله راح نشوفوا واحده اخرى، وصفه ما فيهاش مقادير كثيره، سهله ويعني تقدروا ديروها بالخف، تكون وجبه عشاء او غداء خفيفه وما تحتاج يعني مقادير كثيره. نديروها اليوم مع بعض وان شاء الله تعجبكم الوصفه. اليوم لتحضير لي كروكيت تاع الدجاج والكفته نحتاج الى، هنا عندي دجاج راني طيبته وقطعته قطع صغيره كما راكم تشوفوا هكذا، ومازال تكون نزيدو نقطعوه مع بعض. مقدار 200 غرام تاع كفته او لحم مفروم، هنا راني قليتها، تقلوها يعني في الزيت غيب الملح. الجبن هنا عندي فرماج شيف، سوا ديروا هذا او لي فرماج بورسيون، ديروا 4 قطع. توابل عندي الحرور او الفلفل الاسود والملح. وباش نرمدو لي كروكات تاعنا نحتاجو الى لا شابلور او الخبز مرحي، شويه فرينه والبيض. الان مر مباشره الى طريقه التحضير. اول شيء راح نقطعو الدجاج تاعنا، نزيدو نقطعوه على هكا. اذا كانت عندكم هذا القطاعه تستعملوها او تستعملوا يعني الروبو، تستعملوا اي حاجه يعني، المهم احنا نقطعوه يكون تقطع مليح، يعني تقطع مليح مليح. انا كما قلت لكم راني قطعته هنايا غير بالسكين قطع صغيره، لكن نحتاج نزيدو نقطعوه هكذا، نفرغوه غير منا. نقطعوه مليح، هكذا فوالا كيما راكم تشوفوا راهي قطعتهم لنا مليح. اذا الان راح نزيدوا له الجبن او الفرماج تاعنا، كما قلت لكم هنايا تستعملوا فرماج شاف يا ديروا فرماج القطع. نديروا شويه تاع الحرور هكذا وشويه ملح غير شويه هكذا، والان نخدموها بيدينا. نخلطوا هذا الفرماج او الجبن مع كامل الدجاج، هكذا كشغلنا عجنوه يعني هكذا. الدجاج من الافضل تكونوا طيبتوه غير في الماء والملح، يعني غير تغلوه باش يقعد بينا بيض كيما هكذا راكم تشوفوا. خاص تكون طيبوه في حاجه هذوك، كاين اللي طيبوه في المرقه او طيبوه في حاجه واحده اخرى يجي اللون تاعها اصفر وما يوليش شباب. يعني من الافضل في هذه الوصفه يكون الدجاج تاعنا بيض كيما راكم تشوفوا هكذا. اذا الان نبداو نعمرو الحشو تاعنا. اول شيء نروح نخلطو هذا البيض، نديرو له شويه تاع الملح اللي بقات ونخلطوه. هكذا الان راح نعمروا الحشو تاعنا. اذا ناخذ شويه من الدجاج هكذا، نحلوها مليح هكذا كما راكم تشوفوا،
هي علاش هذا الشيء؟ انا قطعنا مليح الدجاج باش في هذه المرحله ما يغبلناش، وكي نديروا له الفرماج يزيد يتعجن كيما هكذا باش يجينا سهل باش ندوروه هكذا. نحلوه مليح في يدينا، نزيد ندير شويه تاع كفته او اللحم المفروم. هنا قادرين يعني تبغوا تزيدوا له الفرماج جبت ثاني من الداخل كيما تبغوا، هذا الشيء اختياري. ونبلعوا هكذا، هكذا نبلعوا الدجاج تاعنا هكذا، نديروهم على شكل هكذا صبيعات. اذا اول شيء نفوتوهم في الفارينة، ثاني شيء في البيض، وثالث شيء في الشابليو او الخبز مرحي هكذا، ونحطوها في الصحن تاعنا. راح نزيد معاكم حبه واحده اخرى هكذا. نحلو الدجاج مليح في يدنا هكذا، نحلوه مليح، نفرغوا الكفتة الداخل ونبلعوها هكذا. هكذا فوالا، ونديروها على شكل صبيعات بالطول هكذا. اذا شفنا الكفته هنا شويه خرجت لنا، نزيدو غير شويه هاك طرف تاع الدجاج من فوق هكذا. اذا في الفرينه ثم البيض واخر شيء الشابلور او الخبز مرحي هكذا هكذا. انا راح نكمل جميع صبيعات تاعي ونوريهم من بعد واش دير. هكذا راني كملت لف الصبيعات تاعي كامل. الان راح نقليهم، نقلوهم يعني عادي في الزيت، ومن بعد نوريهم لكم واش دير. هادو هما صبيعات الدجاج والكفته تاعنا راهم وجدوا كما راكم تشوفوا. نحل لكم وحده باش تشوفوها هكذا، يجو شابين وبنان بزاف، ننصحكم تجربوهم. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها. الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.